بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد يا ولاد بنك أسئلة المتميز وحلقة خاصة للأسئلة المقالية اللي بتحتاج إجابة طويلة وسؤال التعليلات المهم. علل ليه جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر؟ الإجابة ببساطة لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر، اللي كتلته تزيد جذبه يزيد. نمبر 2، ليه بيدور القمر في مدار ثابت؟ أكيد حد شده، يبقى الإجابة بسبب قوة جاذبية الأرض للقمر. ليه بيعتبر المية من الموارد الطبيعية المهمة؟ أقول له حد يقدر يستغنى على المية؟ المية من أساسيات بقاء ونمو الكائنات الحية. لا تستطيع النباتات النمو في المناطق شديدة العمق اللي في المحيط. الإجابة ببساطة لأن هذه المناطق لا يصل لها ضوء الشمس. طب تعمل النباتات عملية البناء الضوئي إزاي؟ يبقى لا تستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضوئي وتكوين غذائها. علل ليه بتختلف سرعة دوران الكواكب حول الشمس؟ لاختلاف قوة جاذبية الشمس للكواكب. الشمس بتجذب كل كوكب بدرجة معينة حسب بعده عنها. ليه بتعتبر النباتات مورد متجدد؟ لأنها تنمو وتتكاثر باستمرار وتكون نباتات جديدة عن طريق الايه؟ التكاثر والازهار. وضح سبب قلة نمو النباتات في بحيرة عسل بجيبوتي. الاجابة ببساطة لان هذه البحيرة تمتاز بالتركيز العالي للاملاح، وبالتالي لا تستطيع النباتات النمو بها من كثرة الاملاح الكبيرة والشديدة. اذكر سبب لان العلماء بيستخدموا كلمة غلاف لتسمية كل نظام من أنظمة الأرض، لأن كوكب الأرض على شكل كرة غير كاملة الاستدارة. ماذا يحدث عند نقص وندرة المية وسوء جودتها؟ الخبر يؤدي إلى فقد حياة الآلاف من البشر كل عام، وتنقرض بعض الكائنات الحية زي الأسماك والبرمائيات. علل تبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء. الشمس مش السبب، أمال دوران الأرض حول محورها. اذكر نوع المية وحركة المية في البرك والمحيطات. نقول دي ونقول دي. بالنسبة للبرك مياه عذبة ولكنها راكدة. بالنسبة للمحيطات مياه مالحة ومياه جارية وتتحرك على شكل أمواج زي اللي بنشوفه في البحار والمحيطات. علل يعتبر الماء من الموارد المتجددة لأن المية يمكن إعادة تدويرها في الطبيعة. إزاي يا مستر؟ عن طريق دورة الماء، واللي بتمر يا ولاد بثلاث مراحل: التبخر ثم التكثف ثم الهطول وسقوط الأمطار. ما السبب في تعقب الليل والنهار؟ أقول له دي اللفة الصغيرة، يبقى السبب دوران الأرض حول محورها. علل تهتم الدولة بإنشاء المحميات الطبيعية لمنع استنزاف الموارد الطبيعية، يعني الحفاظ عليها من النفاذ والاستهلاك. ليه بيبدو القمر والنجوم اللي في السماء كأنها بتشرق وتغرب؟ الإجابة بسبب دوران الأرض حول محورها، هو اللي بيعطينا هذا الشعور والإحساس. ماذا يحدث لو انعدمت الجاذبية اللي بين الأرض والقمر؟ أوبا، يتحرك القمر بعيدا عن الأرض في الفضاء ويسبح بعيدا وحيدا شريدا. ماذا يحدث عند هطول الأمطار ولكن أكثر ما يمكن للنهر أن يحتويه، يعني كمية كبيرة؟ يبقى يحدث الفيضان. ماذا يحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران حول محورها؟ أجيب الإجابة بالعكس، هي الأرض لو دارت حول محورها بيحصل إيه؟ يتعاقب الليل والنهار. طب لو توقفت لن يحدث تعاقب الليل والنهار يا ولاد. لماذا لا نشعر بحركة الأرض حول الشمس؟ لأن الأرض تدور حول الشمس بسرعة ثابتة ولأننا ندور معها بنفس السرعة، وبالتالي لا نشعر بهذه الحركة. ليه بتبدو النجوم يا مهاد وكأنها تتحرك في السماء؟ بسبب دوران الأرض حول محورها. لماذا تعد الشمس هي المركز والسنتر في المجموعة الشمسية؟ لأن الشمس أكبر حجما وأكبر كتلة وأكبر جاذبية من باقي أقسام المجموعة الشمسية.
يبقى الشمس بتمتاز بإيه؟ بكبر الحجم وكبر الكتلة وكبر الجاذبية عن أفراد المجموعة الشمسية يا فوزية. يبدو القمر مضيئا في السماء برغم أنه هو لا يصدر ضوء. القمر زي المراية، القمر ليس ذات الإضاءة لأن القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. إذا سقط مشبك ورق وريشة، مين اللي بيصل للأرض أولا؟ أقول له بالطبع يصل المشبك أولا. طب ليه؟ لأن مقاومة الهواء ليها تبقى قليلة، أقل من مقاومة الهواء للريشة. طيب ليه بيظهر القمر بأطوار وأشكال مختلفة خلال الشهر؟ بسبب دوران الأرض حول محورها. خدت بالكم الجملة دي؟ سبب في حاجات كتير جدا. ليه بيتعاقب فصول السنة اللفة الكبيرة؟ بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة. كل قد إيه؟ كل 365 وربع يوم فينشأ عنها تعاقب فصول السنة. ليه ما بنبعتش رواد فضاء لاستكشاف النجوم؟ لأنها شديدة الحرارة وبعيدة جدا عن الأرض. ما السبب في أهمية معرفة أماكن التجمعات النجمية؟ لو عرفنا هذه الأماكن ترشدنا وتدلنا على الاتجاهات الأساسية أثناء السير وخاصة ليلا. تشع النجوم ضوء وحرارة ليه؟ بسبب الطاقة الناتجة من تفاعل بين غازين، مين هم؟ الهيليوم والهيدروجين. الاتنين بالهاء، هيليوم هيدروجين، يتفاعلوا معا تنتج طاقة. جاية منين؟ من التفاعلات الكيميائية، فتكون مصدر لإشعاع الضوء والحرارة. يا أولاد ماذا يحدث عند مواجهة نصف الكرة الأرضية للشمس؟ مادام بقى مواجه للشمس يبقى يكون هذا الجزء نهاري. ما أهمية المناظير ثنائية الأبعاد؟ بتساعدنا على رؤية الأجرام السماوية البعيدة. إيه اللي يحصل لو تم الجمع بين مدار الأرض البيضاوي وميل الأرض على محورها؟ لو حصل الجمع بين الاتنين تظهر حركة الشمس كل يوم في مسارات مختلفة وبسرعات مختلفة قليلا كل يوم، وده اللي بيعمل فرق التوقيت وتتغير أوقات شروق وغروب الشمس كل يوم. علشان كده لو بصيت في ورق النتيجة كل يوم تلاقي مواعيد الصلوات بتختلف ومواعيد الشروق والغروب بتختلف، ومن محافظة إلى محافظة يبقى سرعات مختلفة ومسارات مختلفة وتتغير أوقات الشروق والغروب. السؤال اللي بعده، ليه بتشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب؟ الإجابة اللي قلنا عليها أساسية، بسبب دوران الأرض حول محورها، وده بيكون عكس اتجاه عقارب الساعة، والحركة بتبقى ماشية من الغرب إلى الشرق يا ولاد. آخر سؤالين في المصطلح العلمي أو في الأسئلة المقالية آسف، تظهر كل ليلة نجوم جديدة في السماء، إيه السبب في هذا الظهور؟ تغير الاتجاه اللي بيواجه السماء كل ليلة يا ولاد. تغير الاتجاه ينشئ نجوم جديدة كل ليلة. ما العوامل التي تؤثر على طول وزاوية الظل؟ عاملين، موقع الشمس في السماء وتوافر ضوء الشمس. كده خلصت الأسئلة المقالية، يا رب الأسئلة تكون مفيدة. شكرا جزيلا أسرة المتميز على هذا المجهود الجميل، أسئلة وإجابتها في جميع المواد الدراسية. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله يا أولاد.